وأهم المشروبات التي تقدم في شهر رمضان؟ رمضان طبعا بغض النظر عن انه الاكل ده ممكن تكون بتاكله في وقت تاني غير رمضان، بس في رمضان عنده طعم خاص جدا ما تعرف ليه، بس هو انه اوكي ده نفس الاكل بس الطعم غير، اللمه فيه اصلا غير، سفره ما بينقص فيها زول، الكل في البيت متواجد فيها، بدي نكهه اصلا للحاجه اللي انت حتاكلها. صحيح. طبعا نحن يعني عندنا الاكلات الرئيسيه اللي لازم تكون في كل السفره السودانيه، ما بتخلو من القراصه والعصيده والكسره والحاجات الشعبيه اللي نحن بنعملها كده برانا في البيت، بتكون حاجات النعيميه والويكه والتقليه والاكل كذا الاكل الامهات زي ما بقوله، لازم معها ما في ام بتكتفي بيه، لازم كلها تعمل جنبها اصناف الثانيه للي ما عايز ده والعايز ده والعايز يزود، طبعا الناس تكون عندها احساس انها ممكن تاكل كل شيء، صحيح. فطبعا لازم كمان جنبها بتلاقي الشيه، بتلاقي اللحمه، بتلاقي سلطه الروب، طبعا لازم سلطه الروب والبليله، دي حاجات برضو اساسيه زي الاكلات الرئيسيه، الفول، الطعميه، يعني كل ما تشتهي الانفس بيكون قاعد في السفره دي، سفره كده طويله جميله فيها لمه حلوه، ليها طعم، ليها نكهه، بتشبع بها عينك اصلا قبل ما انت تاكلي منها. صحيح. فصراحة يعني بس الأساسيات طبعا العصيدة والقراصة والنعيمية وملاح الروب والأبيض يعني دي الحاجات اللي بتحسسك فعلا لازم يوميا تكون فيه، ده الاختلاف عن باقي الأيام، دي في الأيام العادية يعني ممكن تغيري منها، بس في رمضان عايزين الأكلة الرئيسية كل يوم تكون فيه. صحيح.